فن إعادة تصنيع المواد المهملة والملقاة وغير المستخدمة، فن يسعى من خلاله الفنان التشكيلي محمد المجادي إلى غرس ثقافة الاستفادة من المواد الخام. عالم هذا الفن والفنان مع ابتسام رمال في التقرير التالي. فن إعادة التصنيع فن لا يجرؤ على إتقانه الكثيرون لما يتطلبه من مهارة ودقة، إلا أن محمد المجادي وهو فنان تشكيلي يهوى الرسم بالألوان الزيتية، طور نفسه من خلال الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى أشكال جميلة عبر فن إعادة التصنيع. اتجهت للنوع هذا من الفن لأن شفت أشياء وايد مهملة بالبيئة، من المصانع، من المحلات، من بيوتنا، من داخل بيوتنا، الأخشاب، المعادن، البلاستيك، الكرتون. فكوني فنان تشكيلي ومدرس تربية فنية سابق، حبيت أن أطور نوع هذا من الفن بحيث أن أنتج أعمال فنية تستخدم في حياتنا اليومية أو تحف فنية تعرض في البيوت، في المتاحف، في المسابقات، في المعارض. يعني أنا ما أسعى للفائدة المادية، أسعى للفائدة الفكرية اللي راح نخلقها عند الجيل القادم. كما يهدف إلى المحافظة على البيئة وعدم رمي المخلفات وخلق ثقافة جديدة للاستفادة من الأغراض المهملة. فريقنا فريق إكسبو 965، فريق تطوعي وما في أي جهة رسمية ترعانا. كل الأشياء اللي تشوفونها على حسابنا الخاص، نتمنى أن يكون في دولة رسمية، عفواً جهة رسمية من الدولة ترعى المشاريع هذه. عندنا الحرفيين وعندنا أصحاب المتاحف والمقتنيات. طبعاً الأشياء والأدوات والمواد اللي نحتاجها فيها تكاليف مادية، احنا قاعد نغطيها على حسابنا الخاص لأن احنا نعشق هذا النوع من الفن. نتمنى يكون في داعم رسمي للفريق. جميع الأشياء المعدنية هذه حولناها تحف. الخشب هذا خشب الطبليات القديم، رسمنا عليه منظر. عندنا لوحة سمو الأمير اللي وراي هذه كانت من أخشاب قديمة، حولناها إلى لوحة بعد ما جمعنا الأخشاب. في عندكم اللي هو خلينا نسميه درام الصبغ المعدني، حولناه إلى حاملة زرع. الأدوات الفنية كذلك، المقلة، المشروبات الغازية تتحول إلى تحف فنية. فالهدف الأساسي من النوع هذا من الفن، ما في شيء عندنا يرمى أو يهمل، نقدر نستفيد من جميع المواد المستهلكة. نتمنى أن يكون في وعي لدى الجيل الجديد بالاستفادة من جميع الخامات المستهلكة، وهذه رسالة إلى أولياء الأمور. الولد أو البنت إذا عنده المهارة والموهبة ساعدوهم علشان نخلق منهم فنانين تشكيليين عندهم حس عالي. عندنا الكتاب هذا قديم يعود لسنة 75، أنا هاوي بالبداية لتجميع الأشياء، توني بادي أجمع الأشياء القديمة. فكان عندي الكتاب هذا قديم، حولته إلى رف ممكن أنه يتعلق وتنحط عليه تحفة. وتبقى هذه الأشكال لغة استخدمها الفنان التشكيلي للتعبير عن عشقه للمحافظة على البيئة وعدم رمي الأشياء مهما كانت. محمد المجادي فنان تشكيلي يعمل على إعادة تصنيع المواد الخام والملقاة سواء في المنازل أو الشوارع، ورسالته الأساس غرس ثقافة إعادة التصنيع في نفوس الأولاد. ابتسام رمال، الراي.